بسم الله الرحمن الرحيم. معانا المحاضرة التانية النهاردة، هنتكلم في الفصل الثالث النظم الاقتصادية السابقة للنظام الرأسمالي. هنقسم الفصل ده لتلات عناصر. التلات عناصر دول هما النظم اللي سبقت نظام الرأسمالي. أول حاجة عندي النظام الاقتصادي البدائي، ثانيا نظام الرق، ثالثا نظام الاقتصاد الإقطاعي. أول نظام، النظام الاقتصادي البدائي، كان الهدف اللي بيسعى إليه الإنسان في التوقيت ده إن هو يحقق المزيد من الإنتاج. كان عايش على إيه؟ كان عايش على الصيد برا وبحر، وكان عايش على ثمار الأشجار، وكان بيعتمد في النظام ده على الأدوات البدائية زي العصا والحجر عشان يدافع عن نفسه، وكان اكتشاف النار علامة بارزة في إن هو يسر جوانب حياته. فضل الصيد فترة كبيرة جدا هو النشاط الرئيسي، وبرز في النظام ده أيضا الزراعة البدائية. زيادة الإنتاج أدى إن بقى فيه وفرة في الأموال، وده انعكس على سلوك الإنسان بالذات في الحروب، فامتنع إن هو يقتل أثر الحرب من الأعداء، وبدأ يستخدم العدو كأسير بدل ما هو يستخدمه أسير حرب، فبدأ إن هو يستخدمه في الإنتاج. ومن هنا ظهر نظام الرق لأول مرة. تاني نظام ظهر عندي بعد النظام البدائي نظام الرق. النظام ده كان بيعتمد على ايه زي ما قلت من شويه؟ ان بيعتمد على نظام على استخدام اثر حرب من الاعداء ومن الفقراء. في الفتره دي او في النظام ده هو استحدث انواع جديده من المزروعات، وبدا ان هو يعتمد على الري، وظهرت صناعات بسيطه زي صناعه الزجاج والاواني، واقتصر تقسيم المجتمع وقتها لطبقتين. الطبقه الاولى طبقه الاحرار الاغنياء، الطبقه الثانيه طبقه الفقراء والمعدومين. عدت المعاملة السيئة اللي كان بيلقاها الأرقاء لتناقص عددهم باستمرار، وقاموا بثورات متعددة اتخذت أحيانا شكل حروب بين الأرقاء والجيش، وأدى التناقض الموجود بنظام الرق لتدهور الوضع، وانتهى نظام الرق لتحول فيما بعد لنظام الإقطاع. بعد نظام الرق كان في نظام الاقتصادي الاقطاعي، وكانت الوحدة الأساسية للإنتاج في النظام الاقطاعي بيطلق عليها اللي هي الاقطاعية، ودي كانت مساحات كبيرة من الأراضي بتتراوح بين مئات لبضعة آلاف من الأفدنة، وبتخضع لسلطة شخص واحد وبيعمل بيها عمال زراعيون أحرار بيرتبطوا بالأرض وبيلتزموا بالتزامات محددة نحو السيد المالك. بتمثل الالتزامات دي رقم واحد إن عدم مغادرة الأرض إلا بإذنه، 2 تقديم كميات معينة من المحصول والمنتجات للإقطاع في شكل عيني، 3 التزامات في شكل نقدي. الأسباب اللي أدت إلى انهيار النظام الإقطاعي، ممكن أنا أقول الأسباب اللي أدت لانهيار النظام الإقطاعي، رقم أول حاجة عندي هنا ظهر النقود، بدأ إن هما يستخدموها وسيط للتبادل نتيجة الصعوبات والمشاكل اللي كانت مرتبطة بنظام المقايضة، وده أدى لازدهار السوق وتقويتها. قدر المزارعون إن هم يبيعوا كميات من محاصيلهم ويدفعوا الالتزامات النقدية للسادة. تاني حاجة من الأسباب اللي أدت انهيار النظام الإقطاعي إن حلت الدولة القوية اللي بيحلها ملك محل الولايات. تالت حاجة عندي بدأت الصناعة تزدهر، وده أدى إلى زيادة ملموسة في سكان الحضر، وبدأ ينشأ كثير من المدن وبدأت الناس تهاجر ليها. حصل تغير جوهري أو سلسلة تغيرات أساسية في طرق الصناعة اللي نقلت الأفراد من الحرف الزراعية الموروثة لأساليب جديدة في العمل والمعيشة، وتعرف عندي حاجة اسمها الثورة الصناعية. مظاهر الثورة الصناعية هي رقم واحد نظام المصانع، أدى استخدام الآلات في القرن الـ18 لتغير واضح في مواطن الصناعة. بعد ما هي كانت منتشرة في مناطق متعددة بقت متركزة في مناطق معينة وعلى أخص المناطق الجبلية أو بالقرب من حقول الفحم. تمكن أصحاب المصانع من هم يعملوا صناعات جديدة، وبقوا أصحاب الطبقة الرأسمالية. أصحاب صغار الحرف واجهوا صعوبات فاضطروا إن هم يغلقوا المصانع بتاعتهم ويشتغلوا كعمال في المصانع الكبيرة، فتحولت الوحدات الإنتاج من الصناعة المنزلية والحرفية إلى المصانع الكبرى اللي بيعمل فيها مئات العمال. تاني حاجة تركز السكان في المدن، أدى انتشار الخدمات الصحية إلى انخفاض معدل الوفيات وزيادة السكان بنسبة كبيرة في المدن، ده نتيجة انتشار الوعي الصحي، ومن أسباب نمو المناطق الصناعية اتجاه صناعات إلى التركيز بالقرب من مساقط المياه أو مصادر مواد الوقود زي الفحم أو المواد الأولية.
تقدم وسائل النقل والمواصلات، فظهرت آلات جديدة أحدثت انقلاب في وسائل النقل العالمية، وخاصة السفن التجارية والسكك الحديدية، وقام الإنتاج الكبير والتوسع في الإنتاج وتطبيق مبدأ تقسيم العمل. بعد كده نمو التجارة الداخلية والخارجية ترتب على التوسع في الإنتاج، وإن المشروع عندي حجمه بقى كبير والمصانع وسهولة النقل، إن اتسع حجم السوق، وده أدى إلى زيادة معدلات التبادل الدولية في صالح الإنتاج الصناعي. زاد تكوين رأس مالي، فساهم كبار التجار في التمويل اللازم للصناعة.